أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق المين السعيد تبع المحمودية ومعاكم قناة المواشي اليوم يوم 8/10/2023 وتعالوا شوفوا أسعار البقر الوالد التقيل. الله أكبر. صباح الفل. لا ب70 ولا ب80 يابا. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. عرفنا باسمك الاول يا صاحبي. الاسم بسيوني اسعد عطيه بسيوني. المعلم بسيوني اسعد عطيه بسيوني. منين يا حاج؟ كفر الشيخ. كفر الشيخ الله يبارك لكم ويصلح حالكم. بسم الله ما شاء الله. كم ولدي له ذي الربع؟ الربع يا خالي اللي وراه الرابع يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. عبدر الحلبات الله اكبر. وراه الرابع. الله اكبر. قبل على الاول يا صاحبي. قبل على الاول يا حاج. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الدنيا بتداري. اللهم صل عليك يا نبي. الله اكبر. دبابه يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. دبابة يا جماعة. الله أكبر. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله عليه. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. عاملة كام يا صاحبي؟ زي ما تقول يا خالي. كام زي ما تقول؟ 54,000 يا خالي. 54,000 ولا بنصابح ومن عند الله ولا ب70 ولا ب80 زي العالم ما بتقول. الله اكبر. لا ب70 ولا ب80 عشان نجي ننقذ الشيخ. الله اكبر. الدنيا كده. كده حد هيشتري ولا هبيع؟ لا هو كده كده مش. امال ثمنها الاساسي كام يا شيخ والله؟ بكام ثمنها والله؟ ما اعرفش والله يا عم. انا بتاع عيد والله. بتاع يعني كده غالي ولا رخيص؟ ولا كده غالي ولا لا يا عم غالي. 54 غالي؟ ايوه. الله اكبر. 54 بجد يا صاحبي. خلافة ذكر ولا انتهى؟ خلافة انتهى. بسم الله ما شاء الله. معك رقم تليفون ناخذه لحد عايز حاجه تواصل معاه؟ عند اي حاجه موجوده. كام الرقم يا صاحبي؟ 010 010 12 85 85 45 45 39 39. قاعد فين يا صاحبي؟ كفر الشيخ. كفر الشيخ انبيال. الله يبارك لك يا غالي ويصلح حالك وحال الجميع. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه. عندي يا خالي اكبر تجار البقر الوالد الثقيل يا جماعه. تجار كفر الشيخ الله يبارك لهم ويصلح حالهم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. بسم الله البقر البراوة. الله اكبر. اللهم صل عليك يا نبي. صباح الفل يا معلمي. صباحكم ابيض ان شاء الله. ربنا يجعل سوق احسن منه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. ده كم ولد لا حق ده؟ ثاني ولد. ثاني ولد. اللهم صل عليك يا نبي. مال يا جماعه وحلاوه. ربنا يبارك المال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي ياخذ المال. عامله كام الله اكبر؟ السعر بقى ما يا اخي ما فيهاش حاجه. لما نعرفوا العالم الاسعار الحقيقيه مش هتحصل حاجه. خمسة والله لا تصور عم الحاج يتجر البقر. احسن راجل يا حاج. البقر عامل ايه النهارده في المينيت السعيد؟ البقر 100 في المينيت السعيد. بس التجار اللي بتيجي تضحك علينا في البلد. بتجدي بالتجار. 70,000 ربنا يهديك. بتبقى البقره ب 70,000 بقول لك. ده البقره ب 35 36 بيهبط العمل يجيب الفلاح على ملا وشه. العمل كله. ايه ويجي ما يلاقيش الكلام ده خالص. ايوه والله العظيم. الراجل بيقول لك ب 65 هات براون. بسم الله ما شاء الله. ايه بسم الله ما شاء الله والخلف ذكر. ايه لا ايه رايك يا حاج؟ ها الراجل بيقول الحقيقه بمرض الله. وانا قلت له الله وكيله. والراجل بقى الله اعلم بثمانه. هو قال لي ب 65. ايه رايك؟ 65؟ اي حاجه. السوق اللي ورا يا عم وائل. السوق بير ورا كله. السوق بيريح يعني. والنبالي خربت الدنيا باظت. كله بيبيع ما حدش بيشتري. مش عارفين نرزقه خالص. الله يصلح حالك. بيزيد عشان كده الناس بتطلع. الرز بكام النهارده؟ رز النهارده ب 6000. 6000 اللي هو العريضه. العريضه ب 5000. ايوه عشان كده الناس بتطلع. شفت يا عم سمحت يا حاج؟ لا يا سمح. ما تسمعش الكلام ده. بكام الرز النهارده حاج؟ الرز يا خالي ب 4000. كم رفيع؟ و 600. الرفيع 14 و600 بقى. الرفيع يا بلطجي. بيعينه دلوقتي ب 5000. 5100 العرضه ب 43 رفيع. 15 ولا بكام يا حاج؟ 5100. 5000 اللي الطين. البطاطا يا خالي يابا. الارداب. سبتوا البايب ومسكتوا البطاطا بكام؟ وجبت بكام؟ ب 8000 جنيه. الجبن احنا سمعنا قال لك ب 13000. الله اكبر. والله قال لك ب 13000. زغطت يا فلاح سعرك بقى ليك قيمه اهو. اللي فلاح يا حاج. احلى ايام ايام السيسي. ايام السيسي احلى ايام يا حاج. احلى ايام ايام السيسي. الله يبارك له ويصلح حاله. الله يبارك له وينجحه ويوفقه ويقويه علينا يا حاج. يا رب ويقويه عليني.
65,000 يا جماعه بقره براون. ورهم بسم الله ما شاء الله. اسحب يا ولد. والخلف برضه براون الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي ذكر تلقيح. بسم الله ما شاء الله. تجار حضرتكم ولا جنينه حاجه؟ جنينه. الله يبارك لكم ويصلح حالكم وحال الجميع. اللهم صل عليك يا نبي. ربنا يصلح حال الجميع يا رب. اللهم امين. الله اكبر. الله اكبر على المال يا جماعه. الله اكبر. والدين يا صاحبي عشر ثلاثة واربعة لبن. عشر ثلاثة والاربعة لبن. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله. اذكر الله. لا اله الا الله. اسمع ذكر الله قول لا اله الا الله. رسول الله. الله اكبر. لبن صبع يا عم الحاج. كم ولد اللي بطناه ده يا صاحبي؟ ده الخامس يا غالي. خامس. الله اكبر. كسره قد ايه؟ قافله. قافله على اول. بسم الله ما شاء الله. بكم ثمنها الله وكيل بمرد؟ 41,000 وحده. الله يبارك لك ويصلح حالك. في مصداقيه بمرد الله العشر ثلاثه ب 41,000. اللهم صل عليك يا نبي. مالك مال حلو انت راجل عندك مصداقيه بمرد الله ورزقك على الله. طب والثانيه دي عشر كام؟ عشر ثلاثه برضه. عشر ثلاثه برضه. واربعه لبن. واربعه لبن. عامله ايه يا مرحبا؟ ب 40,000 بس. 40,000 بس يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللي عايز المال الطيب ربنا يرخي على عباده ويصلح حال الجميع يا رب. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. اللهم صل عليك يا نبي. المال يا جماعه صلاه النبي عليه. ادينا رقمك يا صاحبي لو حد عايز بقر عشر موجوده. التليفون محروق النمره والله قسما بالله محروق. معايا التليفون اهوت بس النمره. الله يبارك لك ويصلح حالك يا صاحبي. الله يصلح حالك يا ابو. صباح الكل غالي. سمعت ايه دي؟ عجميه كسر سنتين. عجميه كسر سنتين. فيها عشره ولا فضه؟ لا ده والده. والده بسم الله ما شاء الله. عجميه والده يا جماعه. خلفها ذكر ولا انتهي؟ وراها انتهي. اللهم صل عليك يا نبي. موجود خلفي ولا موجود؟ اه اللي نايم هناك دي؟ بسم الله ما شاء الله انتهي. صلاه النبي عليها يا جماعه. نايمه ايات. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر على المال. عامله ايه يا صاحبي؟ والله الشغل دي النهارده البيع والشراء تعبان خالص. النهارده بتتعمل العمل تعبان خالص 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 يعني بتغرم يامي. دورت العمايل الارضيه فعلا والله بتخسر يامي. بتخسر يامي؟ اه والله بتخسر. يعني كانت بكام وبتنعمل كام؟ لا ده بسيب يامي بسيب لي 10,000. بتسيب 10,000؟ آه. طب هي عامله كام طيب؟ لا ما تدورش بقى. اصل احنا في السوق. احنا عايزين نعرفه المشاهد كام بقى. كله برضه كله على الحقيقه. الجو راضي مش هنعمله زي الرجاله اللي ما عندهاش دين بيقوموا ونطلعوا احنا ما نعرفوش نشتروا. قول له على الحقيقه برضه. طب ما عرفنا برضه المشاهد عايز يعرف الثمن برضه يا اخي. والله في ناس بتبيع وبتشتري على نفس الكلام. براوي يا كم بالامانه واقفه على كام؟ ها؟ براوي. طب عامله كام يعني واقفه على كام؟ الله يصلح حالك. بتغرب ياما يا جماعه وبرضه مش عايز يقول لنا بكام. الله يصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. اللهم صل عليك يا نبي. كل يا معلم يوسف ايدكو تجار ايدكو الله يسهل لهم الحال. صباحك ابيض يا جدع. صنعت ايه البقره دي؟ اللهم صل عليك يا نبي. خلافه ذكر ولا انتهي؟ انتهي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي على المال. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. حاجه حلوه خالص. كم ولد اللي وراها دي؟ كم ولد اللي وراها؟ الرابع اللي وراها. الرابع اللي وراها. قفل على الاول؟ قفل على الاول. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. خلاص يا حاج في مصداقيه بمرد الله. عامله كام الله وكيل؟ الله وكيل. الله وكيل فوق ال 55 وبتخسر. بتخسر البيع والشراء ب 50,000 ربنا عوض علينا. البيع والشراء ب 50 ب 49 عشان يوصل صاحبها بس. يعني بتسيب 5,000 و6,000. 5,000 و6,000 الله اكبر. صاحبها اهو. ربنا يعوض عليكم. ربنا يعوض علينا والله. ربنا يعوض عليكم يا حاج. ده غير اجره السكه. ده غير المصاريف كمان. غير المصاريف كمان. الله يعوض عليك. طب ادينا رقمك لو حد عايز يتواصل معاك. 012 77 64 15 15 70 قاعد فين يا صاحبي؟ قاعد في دمون الخولي تبع مركزيتكم. مركزيتكم دمون الخولي. دمون الخولي مركز الخولي. الله يبارك لكم. دمون الخواجه. الله يبارك لكم ايدكم. الخواجه كان قاعد هنا. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. صباحكم ابيض ان شاء الله. كمان دعوه النبي. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. الله يكون اشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.